الدي ان ايه دي الجينات بتاعتنا، كل واحد فينا ليه طبيعه جينيه. من اقل من 10 سنين ابتدوا يكتشفوا ان الجينات الحقيقه احنا كل حاجه عندنا جينوتايب فينوتايب، جينات وعوامل خارجيه مؤثره بتبين الجينات دي. فابتدوا يدخلوا الموضوع في الرياضه، في العضلات، نوع العضلات عامل ازاي، التمرين نوع التمرين يبقى عامل ازاي لكل شخص، هل ياخد تمرينات تحملات اكتر ولا تمرينات سرعات وقوه اكتر، سرعه الاستشفاء بتاعته، نسب حدوث الاصابه عنده، الفي او 2 ماكس او اللعيب ده يقدر تحسن ايه عنده في التمرين. احنا كنا فروم ذا سكراتش، انا ما كانش عندي اي معلومات، انا لما جيت الحقيقه ما كانش في اصلا اي معلومات، فدي كانت بالنسبه لي معلومات هي لوحدها ممكن ما تبقاش كافيه. الدي ان ايه ابتدى يتشهر قوي في العالم بعد سنه مع لويس اندريكي في برشلونه، اللي كان عنده كل ماتشات الموسم عنده فول سكواد، يعني كل ماتشات الموسم ما عندوش ولا لعيب غايب بسبب اصابه. بالمناسبه كمان الدي ان ايه كان بيساعدني انا شخصيا ان هو كان بيديني فايل غذائي لكل لعيب، كل لعيب يقدر ياكل ايه، الفيتامينز اللي محتاجها، ودي كانت بالنسبه لي نجده. يعني ما ينفعش احط اكل لكل الناس وانا عارف ان ممكن حد يتعب من الاكل ده او ممكن حد محتاج اكل تاني اكتر. فطبعا ساعدني جدا ان انا انديفيدوالايز الحكايه دي، وساعدني اكتر واكتر ان احنا ننشر الوعي، كل لعيب يبقى عارف عن نفسه. كريستيانو رونالدو كان لسه في حوار قال مش كل اللعيبه عارفه عن جسمها، انا اعرف 100% عن جسمي. ففكره ان اللعيبه تبقى مايندد وتبقى عارفه معلومات عنها، امتى هياكل ايه ممكن يعمل له حساسيه ما ياكلوش، امتى هياكل ايه ممكن ياثر على وزنه، امتى ياكل ايه يقدر ياثر على ادائه او على البرفورمانس بتاعته، فده في حد ذاته ده كان بالنسبه لي انا مكسب، ان كل لعيب خارج عنده معلومات كافيه عنه. يعني فلان اللعيب الفلاني عنده نسبه حدوث الاصابه 70%، اوكي يبقى احنا لازم نراقب احمال اللعيب الفلاني، لازم يعمل تدريبات للوقايه من الاصابه اكتر من اي حد تاني. هي في الاخر معلومه وجات لي، لو انا اتصرفت كويس مع المعلومه دي انا هقدر يبقى عندي صوره كامله، او اقدر اعوض نواقص ممكن ما تكونش تجيلي. في لعيبه كتيره جدا بتتمرن وبتتمرن كويس جدا ورغم ذلك بيجي لها اصابات ورا بعض، لان معلومه زي دي ممكن تبقى ناقصه، ان هو اصلا جسمه قابل ان هو يحصل فيه اصابات كتير. انا هنا بتكلم عن الاصابات العضليه اكتر من اي حاجه تانية. برضو من التجارب اللي كانت تخلي الدي ان اي او دي ان اي مشهورين جدا كانت منتخب كوستاريكا في كاس العالم 2014، برضو كانوا في اوت اوف نو هاو، كانوا هم منتخب وكان في لعيبه من انجلترا عامله التست، وكان منتخب كوستاريكا كله على بعضه عمل التست. منتخب كوستاريكا في 2014 عمل نتائج مبهره، وصل دور 8، فكانوا برضو مدوروا على الحاجات اللي عملها، لقوا ان موضوع دي ان اي فيت. والحمد لله مصر كانت تجربتها كويسه جدا ورائده جدا، ابتو ان انا فاكر كويس جدا في الدوبينج في كاس العالم دكتور الاونجواي جاني لقيته عارفني بالاسم، قال لي انت فلان الفلاني محمد علي، قلت له يس ايوه، قال لي طب انا بعد اذنك عايز نتكلم نتواصل تقول لي اقدر استفيد ازاي من دي ان اي فيت، احنا لسه عاملينه وانا مش قادر املك الموضوع يعني. فحقيقه قعدت مع راجل وكلمنا مكالمه ساعه، وكان بالنسبه لي من الحاجات مصدر الفخر جدا، لان كمان اتغطينا اعلاميا وقت البطوله في انجلترا كويس قوي بسبب الموضوع ده، اتكتب عننا في الديلي ميل وفي كل الحاجات الكبيره ساعتها، سكواكا والحاجات دي كلها بسبب دي ان اي فيت. وكان في صوره مشهوره جدا للحضري في الديلي ميل عن الموضوع ده.